هل الأرواح المبدعة عظيمة؟ إذا قدرت تأخذ القصة لمكان آخر، يعني عندهم فرصة. شفت بيل جيتس في المنام. طيب حلو. طيب خلوني باخذ أسئلة. زاد عندي القبول ولا مبالاة مع نية الشهر، هل هذا صحيح؟ هو مو الموضوع صح ولا غلط، احنا مو في هذا الإطار. احنا نحط النية وننتظر الرد. اوكي، احنا كل شهر هذا شغلنا، نحط النية وننتظر الرد. وش الرد اللي بيجي؟ ما نعرف. وفقا لهذا السيستم العظيم راح يجيك الرد. فبالتالي لما يجي عندك انه انت مشاعر الحب زادت، مشاعر الغضب زادت، فمن خلال هذا تفهمين انت وش المفروض تردين، فيصير تجاوب بينك وبين الكون، بينك وبين هذا النظام، فيعطيك كذا تردين كذا، يعطيك كذا تردين كذا، تالي يتفاعل معك بناء على ردة فعلك. فمن المتوقع عادي يصير انه موضوع القبول واللا مبالاة، زي ما قلت لكم انه في ناس هي ما عندها ريموت كنترول، بالتالي يحتاج انها تقاتل وتدافع وتروح وتاخذ الريموت كنترول وتمسكه وتعرفه وتتعرف عليه. في ناس ماسكين ريموت كنترول جدا وتمسكين فيه وكذا، يعني مقلقين وخايفين انه ينفلت من عندهم. فهذول اللي يبغى لهم قصة القبول واللا مبالاة والريلاكس والهدوء والاسترخاء. طبعا انا اميل لهذا النموذج اكثر، انا بشكل شخصي اميل لموضوع الكنترول اكثر من انه في احد ماسك لك. ما في احد، انا اللي ماسك، بس مرات احس انه اوه واو كانه تو ماتش، كان السيطره تو ماتش. لا خلينا نسترخي. فمن الممكن انه يصير عندك هذه الحاله، يعني شوفوا قطعه البث امس، شوف قطعه البث كله. اوكي ستوب، خلي، مو لازم. فمن الممكن انه يصير هذا الشعور انه اهدى من كذا، قبول تطنيش شويه، مو لازم كل شيء يصير 100%. من لما وضعت النية ظهرت لي عدة مشاريع، أشعر بالحيرة بما أبدأ وما أختار وما هي الرسالة. طبعا متوقع أن واحد من هذه المشاريع هو اللي راح يأخذك لحالة العظمة أو مرحلة العظمة أو القصة العظيمة اللي راح تعيشينها. لكن سؤالك أنت، أي واحد من هذه المواضيع اللي هي راح، أو أي مشروع من هذه المشروع اللي هو الطريق الصحيح؟ ما حد يعرف. في النهاية كل ما كان شعورك أحسن، كل ما كان السيستم أو النظام عندك في الجسد المشاعري أنظف، كل ما عرفتي. ومرات هي قضية إيمان، كل ما كان أنت عارفة أنت مؤمنة بإيش، عارفة وش أنت تبغين، كل ما كان عندك القدرة على الاختيار بوضوح وبدون تردد. وهذا يرجع إلى معرفة الذات. ذلك الأدوات اللي حطيناها هذا الشهر كلها فيها اتصال قوي جدا بالذات، أنك تعرف هويتك هذه شلون توصلك للعظمة. فكون انه انت تعرفين الاحلام او الصمت او السكون او العزله او التامل، كل هذه راح تساعدك على انك انت تتصلين بذاتك وبتاي تعرفين القرار الصحيح. لانه خساره انا عرفت هذا وبعدين اختار غلط، صح؟ عموما انت ما راح تختارين غلط، بس لازم يكون عندك، لازم تحطين السبب اللي يجعلك تختارين صح. اوكي، هي مو منطقية بس هي كذا تمشي. تكلمت عن هذا الموضوع في كتاب لا تقلق. فأنا أقترح عليك أنك أنت تختارين أداة من الأدوات وتطورينها في الاتصال بالذات. Great Spirit حبيبتي تقول معنية الشهر فقدت هاتفي، قدرت أني أسترجع، أول مرة ثانية فقدت قطعة ذهب. واحتمال تسترجعينها، ما هي الرسالة؟ أنا أعتقد أنه الرسالة مرتبطة بالتعلق. وانتبهي، يمكن عندك حضور أزود من اللازم في السوشيال ميديا، كنتي مهتمة بالموضوع المادي أزود من اللازم، خففي. فقد ترجع قطعة الذهب إذا أنت فهمت الموضوع، وبناء على برضو اللي حصل مع الجوال. روان حبيبتي تقول بنتي صغيرة، هل أستطيع فهمها بشكل بسيط عن النوايا وأحاول أطورها بشكل مبكر؟ أحسها تفهم وتستجيب. أوه واو، يفهمون أكثر من الكبار. يعني أنا قاعدة أشتغل على مشروع، حطيت النية والآن في مرحلة البحوث حول المشروع هذا، مرتبط بالأطفال.
إذا توفقت في هذا الطريق راح أساعدها، راح أساعدها وراح أشيل عنك هذا الحمل. الموضوع يعني كبير، كبير علي أنا صراحة، وصعب لأني ما أعرف الطريق، دخل بطريق مو طب، ما سبق أني جربته ولا أعرفه، ولا سبق أني تعاملت مع أطفال ولا عندي أطفال، ما أعرف، لا أعرف هذا الطريق. والأداة بعد ما أعرفها، اخترت أداة جديدة من الأدوات اللي أنا ما سبق استخدمتها في هذه الحياة، فيبدو الموضوع بالنسبة لي أوه واو، أقدر ما أقدر، خنشوف. نجحت في أشياء يمكن أنجح في هذا، فشلت في أشياء برضو ما ندري. عندي شعور طيب كثير تجاه هذا الموضوع، وعندي يعني عندي الشغف أني أنا أخذ هذا الطريق، وعندي يعني الرغبة في الاستكشاف، لأن في كثير دهاليز ما أعرفها جديدة علي يعني، ولا عندي ولا حولي أحد يعرفها، وحتى في المنطقة يعني ما يعني يمكن حتى في العالم ما أدري، لا أكيد أحد سبقنا في الطريق هذا، بس يعني أحس الموضوع يبغى له كثير حفر. فإذا توفقت في هذا الموضوع راح أساعدها وراح أساعد كثير أطفال إن شاء الله يا رب. طيب اسمعوا الحلم. رانيا تقول حلمت أنك واقفة على رجلينك بدون عكاز، وكنتي لابسة تيشيرت أصفر، وعملتي باقة دورات عن الجسد المادي، ولما سألتك عن أهم شيء ذكر في كورساتك قلتي لي معدن الزنك، وثاني نسيته وقلتي لي جملة تطور مثل نمو الزهرة الصفراء. راني حبيبتي شكرا جزيلا، thank you. ايش اكثر شيء ساعدك بالتحرر من الخوف؟ اكثر شيء ساعدني بالتحرر من الخوف يعني في اداة يمكن ما اقدر اقولها في انستغرام لايف، هذه واحد. الأداة الثانية الصمت والسكون. بس برجع بقول لك ترى احنا مو واحد، اوكي ارجع بقول لك احنا مو واحد، يعني يمكن في شخص عنده أداة ساعدته اكثر، يمكن في شخص يجرب الصمت يحس انه شيء سخيف ما يوصله لنتيجة. يعني أؤمن إنه إحنا مختلفين، وبصراحة برضو مو كل الأدوات نقدر نتكلم عنها بصوت عالي، يعني مرات نحتاج نبحث، نحتاج يعني ندقق أكثر في أشياء مرات زي ما نقول تقال وسط الكلام ولا في الهوامش، ما تقال بشكل مباشر. وصراحة بعد مو كل الأدوات مناسبة للجميع، في أداة تقولها ممكن تدمر الناس، مو كل الأدوات تصلح للجميع، في أدوات تستخدمها أنت وأنت في زاوية حرجة. شفتوا بعد هذه الأدوات لما يكون الشخص في حالة صدمة وفي زوايا حرجة، يعني يقوم لك يستخدم شيء يعني أشياء يمكن هو ما كان متوقع أنه هو بيسويها أو بيستخدمها أو كذا، فممكن تغير من حياته وتسوي له أشياء كثير مختلفة. في النهاية إحنا اللي نعرف وش الأداة اللي تصلحنا وأكثر أداة غيرتنا. لكن برضو بالنسبة لي الصمت كثير مهم، التنفس خدمني كثير، التنفس لن أنسى يوم من الأيام دخلت في حالة تنفس عميقة، يعني بطريقة معينة كنت مسويتها بطريقة معينة، وهذه موجودة عندنا في كورس التنفس، دخلت في حالة تنفس بعدها يعني في نفس بعد الجلسة حسيت انه في شفت. يعني تعرف مرات الادوات تكون تراكمية، لا بعد الجلسة مباشرة بعد ما سويت التمرين حسيت انه في شفت. الموسيقى التحولية كثير اشتغلت بشكل جيد، واعتقد انها برضو رتبت احلامي، ضبطت احلامي، لاني كنت استخدمها وقت النوم،
فكثير خدمتني، كثير خدمتني يعني. هذا ومرات على فكرة مرات أداة تسوي لك شيء ما في شيء يسويه، يعني تولع لك لمبة ما في شيء يولع لك لمبة زيها يعني. يعني مثلا الأحلام تسوي لك اتصالات صعب تسويها أداة ثانية. مرات مثلا شعور معين، طيب مثلا شعور الحب، شعور القبول، تلقى أداة ثانية هي اللي تعطيك إياها. ف يعني مثلا ما أحس أني أنا بشكل شخصي أني أنا الصمت والسكون ممكن يعطيني الحب، لا، بس يساعدني في التحرر من مشاعر سلبية، بس ممكن أدوات ثانية هي اللي تعطيني حالة الحب وهكذا. فأنتي مع الوقت تعرفين إيش خياراتك.